البدرة دي إن شاء الله تتكرر مع أنت سبقنا وإحنا عملنا نهار 19 أوت دورة صداقة في المهدية. بدرة الشبيبة القيروانية بالدورة هذه دورة مرحوم المنصف الشملي. إن شاء الله الدورات هذه تتواصل ديما مع أنت خاصة في فترة الراحة متاع الصغار اللي مزهومش يرتاعوا. أكتشوف أجواء طيبة الأولاد كل مع أنت أصحاب حتى قبل المباريات من البطولة وبعد البطولة في الدورات هذه زي توطد العلاقات. وإن شاء الله ديما يقعد التبادل مع الرياضي بين الفرق وتنسج على المنوال هذا مرة عندنا مرة في القروان مرة في سوسة كل مرة في بقعة. الفكرة الحقيقة بتاع الدورة هذه جات كيف مهدية استدعتنا مشينا عملنا تورنوا بحذاهم، قلنا علاش احنا ما ننظموش دورة ناجحة زادة كما اللي تنظمت في المهدية. مشينا غادي وعملنا تورنوا بيه استفادوا الصغار كيف حابين. اليوم مالوريزمون ما جيتش نجم الساحلي ما نجموش يجيو، كانت الدورة متكونة من 4 فرق. في الاخر راك تشوف 3 فرق المهدية نابل فرق مستوى بيه كل شيء. فما الصغار في العمر زي لازمهم يلعبوا برشا ماتشوات، لازمهم يعملوا برشا غلط. دونك احنا قلنا علاش مش ديما نلعبوا ماتشوات كل ما نلقاو الفرصة باش الصغار يلعبوا اكثر ماتشوات ويتحسنوا اكثر ويحاولوا يطبقوا اللي يترينوا فيه وكل شيء. دورة ان شاء الله هاك شفت منظمة من نواحي الكل، كل شيء تبارك الله، سي وجيه سي مروان لغنج الهيئة التسييرية برئيس سي مراد لكحل رئيس الفرع سي سليم مجبري كلهم معناها عملوا اللي عليهم باش الدورة ذي تنجح. والله بادرة ممتازة، هي البادرة باش واحد يحقق الحق المدربين هم اللي اتصلوا ببعضهم. صارت دورة في المهدية دورة في نابل، هذوما فرق اللي قاعدين يقوموا بمجهود كبير على مستوى الشبان، وقلنا نعملوا دورة وماذا بينا تصبح دورة يعني سنوية تكريما الروح سي منصف الشملي الله يرحمه اللي قدم برشا لكرة السلة في القروان، واللي تعرفوا الفترة الذهبية اللي تعديت بها كرة السلة في القروان كانت مع المرحوم المنصف الشملي. هذه تقرب بين فرق تحسن في المستوى، وهي دورة اللي في نهاية الأمر فيها يعني نفع الشبان الصغار متاعنا باش نقفوا على النقائص ونحاولوا أن نحسنوا في المستوى في الشبان كرة السلة في شبيبة الرياضية القيروانية. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.